جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس بعدد من الموضوعات، على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ونقرأ من الوطن السيسي: الصين استقبلتنا بما يليق بعظمة مصر، ويؤكد للشركات السياحية الصينية: لديكم مكانة كبيرة في مصر. 26 اتفاقية جديدة من بينها إنشاء قطار كهربائي وتحويل قش الأرز إلى ورق. ماراثون الانتخابات البرلمانية تابعته جريدة المصري اليوم ونقرأ منها: العليا للانتخابات تقر ضوابط التغطية الإعلامية للنواب، 53 مرشحا يقدمون أوراقهم للمصري الديمقراطي بينهم 9 نساء. أزمة في الوفد لضم نواب الوطني إلى قوائمه، وائتلاف شباب تحيا مصر يدشن حملة لدعم رئاسة الفريق أحمد شفيق للبرلمان. تصريحات خاصة للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، نقلتها جريدة الجمهورية، وأهمها: ملفات جديدة لمحاكمة مبارك وبراءته ليست نهائية، تشريع قادم لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، لن يتم الطعن على قانون تقسيم الدوائر بعدم الدستورية، واللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان. 150 ألف شرطي لتأمين الكنائس في احتفالات رأس السنة، كان العنوان الأبرز في جريدة الأخبار التي كتبت: الداخلية تعلن الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الكريسماس، تكثيف الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وكاميرات مراقبة حول جميع الكنائس. ونبقى مع جريدة الأخبار، ولكن هذه المرة مع مقالات الرأي، حيث لفت الكاتب محمد بركات إلى أهمية العلاقات المصرية الصينية وما لها من مدلولات ومردودات على علاقات مصر الدولية واتجاهها شرقا وفق دراسة محسوبة وتحت عنوان مصر والصين. قال المقال: التعاون الصيني المصري في جميع المجالات أصبح محطا للأنظار، لا سيما بعد أن تم الاتفاق على إقامة علاقة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، إذانا ببدء حقبة جديدة من التعاون المشترك يرتقي بالعلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وهو ما يمثل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة العلاقات البينية. في هذا الإطار فإننا لا نتجاوز الواقع إذا ما قلنا أن الزيارة وما تم فيها من إنجازات وما أسفرت عنه من نتائج كانت وبحق ناجحة كما وصفها الرئيس الصيني. تأكيدات رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن الحكومة بدأت بالفعل في استرداد أراضيها المنهوبة، وزيارته لمناطق التعديات كان لها مردود في مقالات اليوم، ولعل أهمها المقال الافتتاحي لجريدة اليوم السابع والذي جاء تحت عنوان الحرب على مضي التعديات. مافيا التعدي على أراضي الدولة لا تتوقف يوما عن استكمال مخططاتها لنهب الدولة المصرية، وذلك بالإضافة لمخططات ابتلاع الرقعة الزراعية في مختلف مناطق الجمهورية، فتذهب آلاف الأفدنة الضحية لهذه المافيا أو تلك. جولة رئيس الوزراء في محافظة المنوفية كشفت أن في جعبة الكشف عن مافيا التعديات الكثير، ما يعني مزيدا من البحث والتدقيق من شأنه أن يكشف المئات وربما الآلاف من الوقائع المشابهة. فهذه الأراضي أمانة تتحمل الحكومة والشعب معا مسؤولية الحفاظ عليها، ما يوجب على الحكومة إعادة صياغة التشريعات وتغليظ العقوبات ضد المتجاوزين. ونتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الحياة اللندنية: خلية أزمة لتحرير الطيار الأردني. قالت في أول عملية من نوعها ضد طائرات التحالف الدولي منذ بدء غاراته على تنظيم الدولة، داعش يسقط مقاتلة أردنية في مدينة الرقة السورية بصاروخ حراري ويأسر الطيار الأردني. والحكومة الأردنية تشكل غرفة عمليات عسكرية وسياسية وأمنية لتحرير الطيار المخطوف. رقعة الاحتجاجات تتسع جنوب تونس، عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي يدعو إلى التهدئة بعد اتساع رقعة الاحتجاجات في جنوب البلاد على نتائج الانتخابات والتي انتهت بفوز قايد السبسي. محتجون يحرقون مقر الحرس الوطني، والسبسي يحذر من وجود مخاطر داخلية تهدد الدولة ويدعو لاحترام المسار الديمقراطي. المشهد اليمني كان حاضرا على صحيفة القدس العربية ونقرأ فيها: حلقة جديدة من مسلسل العنف الذي يضرب اليمن مع تجدد الاشتباكات بين الحوثيين وتنظيم القاعدة وسط البلاد. جماعة الحوثي تعلن رفضها خيار الإقاليم الستة الواردة في نصوص الدستور الجديد الذي يتم إعداده الآن، وتصفه بأنه انقلاب واضح على اتفاق السلم والشراكة الوطنية. تحت عنوان المقاومة تقتنص جنديا إسرائيليا في غزة، كتبت صحيفة عمان العمانية: غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة، استشهاد فلسطيني من كتائب القسام وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد أن أطلق قناص فلسطيني النار على السياج الأمني شرق خان يونس. دعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع وتأكيدات على أن الاحتلال يلعب بالنار. نتحول إلى مقالات رأي في الصحف العربية، ونقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية مقالا بعنوان: ليبيا صورة قاتمة، والتي ذكرت أنه بإمعان النظر في المشهد الليبي لا نرى إلا صور الحرب والدمار وميليشيات تضرب في البلاد، فكيف تمكنت قوى شيطانية من تحول ليبيا إلى أشلاء وطن؟ وأضافت: ليبيا تبدو حالة خاصة بعد عملية عسكرية أطلسية تحت شعار تخليصها من الاستبداد ونقلها إلى الديمقراطية، فإذا بها تتحول إلى نموذج دولة شاردة خارجة عن القانون، وبل أكثر من ذلك فقد أصبحت معقل الإرهاب ومنجم التطرف والفوضى. يبدو الحديث عن حوار مرتقب بين الميليشيات الليبية بإشراف الأمم المتحدة حديثا ساخرا، فصورة الميدان الليبي لا تبدو مهيئة للحوار، بل إنها تنحو باتجاه مزيد من المواجهات، ولا يبدو أي أمل لبوادر حل قريب طالما صوت الحكمة والعقل غائب. صحيفة الوطن السعودية تساءلت: لماذا لا يزال داعش صامدا؟ قالت: لا يزال سر تمدد داعش وسيطرته على بعض المناطق في سوريا والعراق بمنزلة لغز حير معظم المتابعين، إذ كيف يتسنى لهذا التنظيم السيطرة على هذه البلدان بعدما انتصر على معظم الميليشيات والجيوش التي واجهته على الأرض؟ وأضافت: تساؤلات عديدة يطرحها وجود تنظيم داعش، فما الذي جعل القوى العظمى تسعى جاهدة لبناء تحالف دولي ضد هذا التنظيم؟ وهل يمكن أن يتعدى خطره العراق وسوريا وليبيا؟ والأهم من ذلك، كيف يظل داعش متماسكا وصامدا كل هذا الوقت دون أن ينكسر؟ لا شك أن خطر داعش يمثل خطرا أكبر بكثير مما يتصور البعض، فهو يمثل كل ثقافات العنف والتسلط والإقصاء، ومع أن الوسائل العسكرية والحربية ضرورية للقضاء على هذا التنظيم عسكريا وسياسيا، ولكنها لا تكفي لاكتثاث ثقافته التي تأسست على التطرف والغلو. ونتحول إلى الصحف العالمية، حيث لا زالت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين تحظى باهتمام وسائل الإعلام الصينية، ومنها صحيفة تشان ديلي التي نقرأ منها: الصين ومصر ترفعان مستوى العلاقات الثنائية إلى المشاركة الاستراتيجية الكاملة، المشاركة بين البلدين سوف تعزز التعاون بقوة في العديد من المجالات. والزعيم الصيني يؤكد اهتمام بلاده الكبير بالأوضاع في مصر ودعم مصر بقوة في مسار التنمية. تنظيم داعش في العراق وسوريا كان أيضا في صدارة اهتمامات الصحف، حيث كتبت صحيفة واشنطن بوست: من أجل تكوين مجتمع جديد العائلات هم المجندون الجدد للدولة الإسلامية. التنظيم المتطرف يدعو الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من المهنيين للانضمام له، والأطفال جزء من المجتمع الجديد. أسر كاملة تصل لسوريا من دول عدة أبرزها بريطانيا، بما يمثل هدفا استراتيجيا لداعش ليس فقط لبناء جيش ولكن مجتمع كامل. أوضاع حقوق الإنسان اختبار لتحول الولايات المتحدة تجاه كوبا، هذا ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز التي كتبت: قرار أوباما باستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع كوبا يواجه اختبارا مبكرا العام المقبل،
في محاولة للبيت الأبيض لتأكيد أن التحول في السياسة سيؤدي إلى تحسن في سجل الحكومة الكوبية السيء لحقوق الإنسان. واشنطن تنتظر من كوبا الوفاء بعهدها بإطلاق سراح 53 سجينا سياسيا والسماح للشركات الأمريكية بالوصول للإنترنت في كوبا. الأزمة كوريا الشمالية بشأن القرصنة على شركة سوني تصدرت عناوين مجلة تايم الأمريكية التي نقرأ منها فيلم المقابلة يخرج إلى الإنترنت. وضع الفيلم المثير للجدل الذي يتحدث عن اغتيال زعيم كوريا الشمالية على عدة مواقع في خطوة للالتفاف حول المخاوف من تهديدات إلكترونية. أوباما يشيد بالإصدار المحدود للفيلم ولا توجد شركة في مأمن من الفرص من القرصنة. خسائر فيروس إيبولا القاتل في عام 2014 تابعتها صحيفة الجاردن البريطانية في عناوينها. سيطرة إيبولا المرعبة، التأثير الاجتماعي والاقتصادي للفيروس من الصعب إحصاؤه. وفقا للتقييم اليونيسيف في سبتمبر هناك 3700 طفل على الأقل في غينيا وليبيريا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بسبب الإصابة بالإيبولا. إصابة أو وفاة العاملين في الخدمة الصحفية أسفر عن إضعاف الرعاية الصحية الهشة بالفعل في البلاد الإفريقية الفقيرة. وبهذا نختتم هذه الصحف المصرية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.